وهو انه باش ماشي كذوب، غير هي ماشي مستملحة، ولكن في نفس الوقت هو واقع، هو انه مذكرات كتاكلهم. نقولوا لها شي حاجه تقولنا المذكره الفلانيه اللي قالت. ونزيدكم معلومه اخرى اللي هي اهم واخطر، والله واحد فينا لخد ملف ديال التلاميذ، حنا استاذ الملف هاك ساليتي منه اري نتي ساروس ديال الارشيف الفوق عندها، يعني نعم السيدة والعنصر الإدارة. يعني مديرية الكيمياء بعملة مقاطعة دار البيضاء ألفا، وسابقا بعملة مقاطعة عين الشق. أنا بكل فخر وبكل اعتزاز أشارك في هذه المناسبة التي تحتفي باليوم العالمي للمرأة، ذكرى ديال 8 مارس، والتي من خلالها يقف الجميع وقفة اعتراف واحترام وتقدير وعرفانا لكل المجهودات التي تقوم بها المرأة، لا في مجال التربية والتكوين ولا في مجالات أخرى، المرأة المغربية عموما. هذه مناسبة باش نشجعوا بعضياتنا ونتمنوا كل عمل يتم القيام به، وكذلك من اجل التفكير في كل يعني كل التطلعات التي تطرح لها المراه المغربيه ونساء الرجال والتعليم. كنت جد سعيده اليوم، خاصه ان اليوم هو واحد الاحتفال خاص بالمراه اللي شعلت في الصفوف الاماميه اثناء يعني في ظل جائحه كوفيد 19. احنا في الحقيقه في هذه الظرفيه الاستثنائيه واللي كانت صعيبه واحد الوقت اللي ما كناش كنعرفوا عليه على هذا يعني التدبير ديال هذا الوباء حتى حاجه، خرجنا في الاول ما كانش عندنا واحد الحاجه بصحي نهائيا، خرجنا من اجل ان نضمن للتلاميذ استمراريه الدراسه عن بعد. كانت هناك تسجيل ديال الكبسولات مصوره عن بعد. احنا في الحقيقه نهائيا ما توانيناش ولا حسينا اننا كنا في الكونفينمون، باسكو ما كنا متواجدين في الاستوديوهات، الاستاذات والاساتذه كانوا متواجدين حتى هما مع الحجر الصحي تياخذوا لي زوتوريزاسيون ديالهم كيجيو باش يسجلوا الدروس ديالهم. كذلك شغلنا فتره ديال الامتحانات مع مجموعه من النساء اللي تم تكريمهم اليوم في الحقيقه، واللي انا جد فخوره انني نكون معاهم. فهناك قائده، هناك طبيبات، هناك العمل الاجتماعي ديال العماله، المندوبيه ديال الشغل، هادو كلهم انا اشتغلت معاهم في هاد الظرفيه. فبالتالي اود ان اتقدم بالشكر على هذه البادره الطيبه اللي من خلالها تم يعني التتويج ديال النساء، مجموعه من النساء المغربيات والنساء المنتميات لعين الشوق والمناطق الاخرى للاعتراف لهم وللتقاسم ديال هذه الفرحه معهم. فبالتالي كل سنه والمراه المغربيه بخير. ما
المرأة المغربية ناجحة متألقة، جميع نساء ورجال التعليم، تلميذاتنا الأعزاء ومفتشات ديالنا كلهم دائما يبقوا دائما في الطليعة وفي النجاح إن شاء الله. وشكرا. سعيدة اليوم لتواجدي بين أطر معهد مازوريل اللي كنشكروا من هذا المنبر على هذه الالتفاته للمرأة المغربيه، المرأة المغربيه سواء تكرمتنا تكرمت الاستاذه وتكرمت الاداريه وتكرمت الشرطيه وتكرموا جميع الميادين اللي كتشتغل فيهم المرأة. وانا بدوري كنقول بان كنحيي من هذا المنبر المرأة المغربيه، كنحييها سواء كانت في البيت او كانت في العمل، كانت في القرى والبوادي او كانت في المدينه، كنحييها على المثابره ديالتها، كنحييها على التضحيه ديالتها ونكرم الذات، لان هي اعددتها امراه مزيانه، اعددتها جيلا كاملا غيكون مزيان. دونك المراه المغربيه تستحق منا كل الاحترام، تستحق منا كل التقدير، تستحق منا كل تضحيه كما يمكن يديرها الراجل بالنسبه للمراه. فهنيئا لنا بهذا اليوم، وهنيئا لنا بهذا الوطن الذي ما فات أن يكرم المرأة وأن يعطيها فرص يمكن أنها تجي البلاء الحسن. فكيف تعرفوا بأن المغرب من بين الدول المتقدمة اللي أعطى المرأة واحد تقف المرأة وبوأها المسؤوليات من أبواب المسؤولية. الحمد لله حنا كنساء المغرب اليوم كنحاولوا نمدوا المشعل للناس اللي غايجيو مورانا يكونوا نساء باش يمشيو في هذا الطريق هذه. وشكرا مرة أخرى لكل من يحترم المرأة ويكون لها التقدير. شكرا لكم.
بجد سعيدة بهذا اللقاء وبهذا التكريم بالنسبة لمناسبة العيد الوطني للمرأة. وفي حقيقة الأمر أنا أعتبر هذا التكريم ليس حقرا على على المرأة فقط، بل هو تكريم في نفس الوقت للرجل بصفته أب وبصفته أخ وبصفته زوج وبصفته زميل في المهنة. وبالتالي فإنه لا يمكن للمرأة أن ترقى إلى أي درجة على الدرجات إلا بمساعدة الرجل والأمر سوية بينهما. وبالتالي فإن هذا التكريم هو للكل، وأتمنى أن يعيد الله علينا هذه المناسبة في أجواء جيدة وفي صحة جيدة. لمن تهدين هذا التكريم؟ هذا التكريم أهدي لكل امرأة مكافحة وكل امرأة مناضلة لتسعى إلى الرقي بالمجتمع وبالوضعية الاجتماعية للمرأة. شكرا. الاحتفالية اللي كنشدوها دابا هي في أحضان معهد مجوغين الخصوصي للتربية والتعليم. هذه المناسبة هذه جاءت تتويجا لجهود المرأة طيلة هذه السنة. دائما هذا الاحتفال داخل في إطار 8 مارس. هذه السنة هذه كانت سنة خاصة نظرا لتفشي جائحة كورونا بالعالم كله بالمغرب. الموضوع ديال هذه السنة هذا جاء هو التولي كيفية تحقيق المساواة في غضون جائحة كورونا، خصوصا أن النساء كانوا في صفوف قيادية وفي صفوف أمامية بما أنهم كانوا في جميع المجالات. عليكم الاحتفال في هذا اليوم هو في أحضان معهد مجوغيل الخاص. هذا الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتيمة ديالو هو المرأة في صفوف القيادية للمواجهة وللتصدي لجائحة كورونا. كما كنعرفوا أن النساء كانوا في صفوف الأمامية والقيادية للتصدي لهذه الجائحة بما فيهم المجال الصحي، المجال التربية والتكوين، المجال الأمن كذلك. بهذه المناسبة هذه معهد مجوغيل ارتأى أنه يكرم النساء اللي كانوا في صفوف الأمامية منطقة عين الشق بما فيهم السيدة المديرة الإقليمية للتربية لوزارة التربية الوطنية السابقة السيدة بشرى أعرف اللي هي الآن على رأس المديرية الإقليمية لعملة مقاطعة دار البيضاء أنفا. كذلك تكريم والترحيب بالأستاذة لطيفة لماليف اللي هي حاليا مديرة الإقليمية المديرية الإقليمية عين الشق وكذلك عين سبع الحي المحمدي. تكريم مجموعة ديال النساء بالأمن الوطني. كذلك تكريم السيدة قائد منطقة كاليفورنيا. الناس ديال المندوبية ديال وزارة التشغيل كذلك. الناس ديال الخطوط الجوية الملكية. مجموعة ديال النساء اللي كانوا في صفوف أمامية اللي بفضلهم وبفضل التكتل ديالهم والجهود ديالهم استطعنا أننا الحمد لله نصدوا لجائحة كورونا. وشكرا. مناسبة متميزة، احتفاء بالنساء اللواتي في الصفوف الأمامية. مؤسسة مجوريل مؤسسة متميزة، تميز أكبر لرئيسة المؤسسة. كيف جاءت فكرة تكريم هؤلاء النساء؟ والسلام عليكم. أولا بالنسبة لفكرة التكريم هي ماشي عاد جات، هي سنة، أصبحت سنة معمول بها داخل معهد مجوغيل. كل سنة كناخذوا واحد الفئة ديال النساء المرموقات في المجتمع ديالنا وفي الوسط الاجتماعي باش يكون لهم تكريم
مع العلم انه راه ما خصناش تكون استثناءات، جميع النساء وجميع الامهات هن مكرمات، ماشي غير في 8 مارس. بالنسبه لي انا راه مكرمه طيله السنه، والقران الكريم والله سبحانه وتعالى بالدرجه الاولى والرسول عليه الصلاه والسلام يعني كرموا المراه بحيث انها الام والاخت والابنه والى اخره. فلهذا احنا هذه السنه فعلا تكريم متميز متميز، لاننا نعيش ظروف وبائيه. نتمنى الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا الوباء، علينا وعلى جميع الامه الاسلاميه. فجت الفكره، هي فكره تكريم دائما كائنه، ولكن فكره تكريم النساء في الصفوف الاماميه هي اللي هي طابع خاص تجلى في تكريم المراه يوم 8 مارس بمحد ما جوهن، لان هاد النساء يعني صراحه كانهن في حرب. حرب، انا كنسمي هاد الوباء او هاد كوفيد 19 اسميه شخصيا حرب بارده سليمه بارده، لان باش الانسان غادي يخلي يعني المراه غتخلي البيت ديالها بما فيه الزوج والابناء والوالدين والعائله وهذا، وتخرج لهاد الحرب اللي هي حرب ضد واحد الفيروس اللي هو فاجئنا كاملين، فاجئ المجتمع ديالنا وفاجئ العالم بكامله والامه بكاملها، فراه ماشي سهله يعني. فاحنا جات الفكره والمناسبه ما بغيناش نخليوها تدوز ونغفلوها، قلنا باش نوقفوا عندها ونكرموا النساء اللواتي اشتغلنا في هاد الفتره هذه واللي خداو هاد اللقب ديال النساء في الصفوف الاماميه. فماشي سهل الانسان يخرج يضحي بنفسه بروحه بوليداته بعائلته ويخرج يحارب هذا الوباء وينقذ حياه الاخرين وحياته معرضه للخطر. بما اننا نتكلم عن التقليد، هل تفكرون يعني في السنه المقبله في حفل اخر مستوى اخر؟ نعم، دائما بحال اللي قلت سابقا هو انه هذا التكريم احنا دائما كنكرموا الفعاليات سواء النسائيه او الرجاليه، باش نكونوا صادقين ماشي غير النسائيه، لان حتى الرجل المراه بجانب الرجل والرجل يعني بجانب المراه، فهما كل واحد فيهم نصف المجتمع ويتكاملان. ملي كنقولوا تكريم المراه، انا بالنسبه لي انا الا ما كانش يعني شخصيا الا ما كانش التحفيز والدعم ومد يد المساعده ديال الرجل سواء كان زوج او اخ او ابن، فراه ما يمكنش المراه تخرج دير شي حاجه. يمكن تكون متزوجه مثلا وغيجي الزوج ديالها ويكون عارض غيقول لها لا 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 ما تخرجيش ما ديريش. اذا فالرجل دائما يحفز المراه يعني باش تنهض بهذا المجتمع وبهذا الجيل. فاحنا يعني بحال اللي قلت سابقا دائما نكرم المراه في 8 مارس، ما كنخليوش هذه المناسبه تفوت، ولكن هذه السنه عندها طابع خاص هو تكريم النساء في الصفوف الاماميه اللواتي اشتغلنا بحال اللي قلت يعني في هذه الفتره الوبائيه العسيره صعبة. وسنة المقبلة طبعا احنا كنتمناو تكون الامور يعني مزيانة، وان هذا الوباء يرفع علينا الله سبحانه وتعالى ويكون تكريم احسن ان شاء الله. بما اننا نتكلم على الصفوف، لنقول الصفوف المتقدمة، معهد مجري للتعليم الخصوصي نعم. يعتبر من المعاهد اللي في الصفوف المتقدمة. العفو. يعني تعتبرون نموذج للنجاح. العفو. لما يعزى هذا السبب؟ وما هو السر وراء هذا سؤال شوية سري وصعيب. صراحة أنا كنحترم بحكم أنني بنت الميدان واشتغلت سنوات في هذا الميدان وأحبه وأناضل فيه وأعطي ما كل ما في جهدي وما في جعبتي لهذا الميدان صراحة، لأن ملي كنقول هذا الميدان يعني هذا راه ميدان رسالة تربوية نبيلة، رسالة تربوية شريفة أعطاها لنا الله سبحانه وتعالى. بحال اللي كنقول للأطر ديالنا كنقول لهم شوفوا راه شحال ما خديتوا كراتب راه لا يساوي المجهودات التي تقومون بها، يعني راه لا يساوي، الأجر كيبقى مع الله سبحانه وتعالى. فأنا غنقول لك صراحة أنا أحترم جميع المؤسسات وجميع الزملاء اللي هما عندهم مؤسسات خصوصية، وحتى كنحترم حتى المؤسسات العمومية بحكم أنني بنت المؤسسات العمومية، ثم قريت ثم تربيت ثم قريت أجيال الحمد لله، واشتغلت كذلك في المديرية الإقليمية لمدة سنوات، يعني دائما أنا بنت العمومي. ولكن الاختلاف في كيكون الاختلاف والسر ديال النجاح انه فحال اللي كنقول لهم، انا كنقول لهم واش انا بنت الميدان ديال التعليم واش يمكن لي ندير الخياطه؟ ابدا. واش يمكن لي ندير العلاقه؟ ابدا. فانا اؤمن بالتخصص، يعني اللي عنده شي حاجه متخصص ومتضلع بكل تواضع وبكل عفويه فيها فراه يمكن له يعطي. اذا ملي كتكون المؤسسه كيسهروا عليها وواقفين عليها الناس ديال الميدان فما تخافش. اذا يعني يستفد من كلامك انه على راس هذه المؤسسه مرأة خلقت للتعليم.
وصراحة أن خلقت للتعليم. في الحقيقة في البداية ديال المسار الدراسي ديالي فكرة التعليم كانت مستبعدة بالنسبة لي كثيرا. كان الوالد ديالي دائما كيقول لي خصك تمشي للتعليم، كنقول له لا ما بغيتش التعليم، أنا بغيت ميدان آخر لا داعي لذكره. وكان كيعجبني، ما عرفتش يمكن نظرا لشخصيتي جرأتي ما نعرف يمكن، ولكن دابا بكل صراحه نتكلم معكم بواحد الصراحه تامه، هو انه حاليا كنقول الحمد لله اني ما مشيتش لهذاك القطاع بلا ما نذكره، ولكن الحمد لله احمده واشكره الف حمد والف شكر انني في هذا الميدان النبيل الشريف النظيف اللي كيجمع جميع المواصفات اللي كتجي على بالكم. بالتوفيق الحاجه. العفو. ونتمنى نشوفوك فرصه اخرى ان شاء الله. غنقول عيد مبارك سعيد، وحنا الحمد لله ايامنا كلها اعياد، والمرأة المغربية في بألف خير. ونختم بذاك الأغنية اللي كتعجبني بزاف، المرأة المغربية مرأة وقادة. مرحيم سعيد بزاف وفرحان بهذه المناسبة السعيدة اللي هي ما خصهاش غير نهار واحد، خصها العام كامل، خصها أكثر من عام. بالنسبة اليوم العالمي للمرأة، حنا كنحتفلوا بالمرأة بشكل يومي اللي كرمها الله سبحانه وتعالى الجنة تحت أقدام الأمهات. هاد المرأة اللي فيها أمي، اللي فيها أختي، اللي فيها مرتي، اللي فيها بنتي، اللي فيها الصديقة ديالي في العمل، اللي فيها المغربية العزيزة عليا، اللي فيها جميع نساء العالم مختلف الديانات مختلف الأطياف مختلف الأجناس. كنقول لكم كل يوم وأنتم بألف خير. ماشي شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي.